استضاف المجلس الطلابي في كليات التقنية العليا كلية التقنية للطلاب في أبو ظبي بدعم من مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون. استضافت لقاء شعريا شارك فيه شعراء سالم العلي ومجد المنهالي وجاسم الماس وعبد الله البريكي. وقد استهل اللقاء الشعري بكلمة لأحمد الحسني رئيس مجلس طلاب الكلية، توجه فيه بالشكر إلى مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون وإلى إدارة الكلية لدعمها المستمر لإبداعات الطلاب وأنشطتهم. وقال إن الدور الكبير الذي تلعبه الكليات ينسجم مع عمل المؤسسات الثقافية الراعية لشؤون الثقافة الإماراتية. واختتم اللقاء بتوزيع جوائز تقدير للشعراء عرفانا بدورهم الفاعل في أنشطة الكلية والمشهد العام للشعر الشعبي في الإمارات.